برافو نوا برافو. شو هيدا؟ Amazing man. يعني مع الأجواء الحلوة الميوزك الحلوة وهالوجه الحلو كمان مبلشين اليوم. كيفك يا نوا؟ منيح. Good. كيفك باتريك؟ I'm good. اليوم أكيد معنا باتريك عبدو ونوا منورينا ببلينكس. تسلم ميرسي. وكثير حابين الفايبس اللي أعطيتونا إياها أصلا ببلينكس مبلشين. هيدا من وراكم، نحن جينا وحسينا حالنا كثير. حبيت البلينكس مبدئيا؟ بعقد نوا حبيت نوا؟ البلينكس؟ واو. حبيت. نوا أول شيء قد إيه بتحب الآلة اللي عم تعزف عليها؟ كثير. طب أول ما بلشت كانت صعبة عليك أول ما بلشت تعزف؟ شوي. بس باتريك سهل لك كل شيء صح؟ اليوم بتحسها صارت مثل لعبة بين إيديك يلا بتتسلى عليها صح؟ أوكي باتريك أول شيء خبرني أول ما تعرفت على نوا كيف كان أول شيء عنده موهبة لحتى يبلش بهذا الشيء ولا حس إنه لا خلص أنا بس بدي أتعلم آلة؟ ولا من أول مرة شفته حسيت إنه رح يكون شيء كتير مميز رح يكون حدا كتير مميز يعني نوة. كان عنده موهبة أول شيء نوا كان عم بيلعب درامز قبل ما إجا لعندي really؟ إجا و أول ما شفته حكيت أمه وقلت له إنه قلت له إنه رح يكون مستقبله كتير بارع حلو طيب أكيد أنت أهلك ساعدوك أول ما بلشت بدومين الميوزك صح. وأكيد نوا كمان موميته هون هاي موم ساعدته كمان لنوا بموهبته قديه بتحس إنه الأهل إلهم يعني الدور الأكبر لحتى يكتشفوا هاي الموهبة ويطوروا له إياها كتير هن الأهل الولد بس يكون صغير ما بيعرف شو بده شو بيحب هن دور الأهل تيقولوا له جرب هيدي عمول سبور العاب ميوزيك الولد بس يجرب ساعتها بيبين إذا عنده موهبة أم رح يبين إنه رح يطلع منه شيء وحلو كمان إنه الأهل لازم to be supportive enough يعني للأطفال اللي عندهم طب نوا أول شيء هيك بعرف قد إيه بتحبه لباتريك أنا بعرف الموضوع صار لك صعب تطلع فيه ناطر الانستركشنز منه بس قل لي قد إيه كان تدريبك هين ولا صعب مع باتريك خلال كل هالسنين كلها يعني بتحسوا هين شوي صعب والله لك صراحة على الآخر شوي بدنا نكون صريحين كتير ما فينا بشو صعب باتريك بشو صعب بالتدريب شوي بقصص جديدة تعلمتها وكمان قصص جديدة تعلمتها كمان فيها تكون مش صعبة يعني في صعب وفي سهل بالقصص اللي ممكن يعلمك إياها أوكي طيب باتريك قدين إحنا بنحتاج وقت لحتى نتمكن من العزف على آلة معينة هلا أكيد ما بيخلص تطورنا مع الآلة ما بيخلص بس أكيد مسار تلاميذ بيكون مختلف عن غير تلاميذ في منهم بيكون سرعتهم بيكونوا أسرع صح وفي منهم بيكونوا البيس تبعهم أبطأ بس ما بيعني إنه هيدا عاجز إنه يوصله 100% الكل إذا عنده موهبة وقادر يشتغل عليها ومعه كوتش صح بده يوصل تسلم أكيد دور المدرب كتير مهم أنا بقول it's a teamwork يعني لازم يكون هيدا الشغل من الطرفين صحيح 100% لازم يكون التلميذ وأهله يعني أنا بعتبرهم هن entity ونحن كمؤسسة entity تاني حلو. both entities إذا بيشتغلوا سوا بيقدروا يوصلوا لأعلى النقاط حلو طيب باتريك أنا كيف بعرف شو الآلة اللي ممكن بلش خلي ابني يتعلم عليها يعني على أي أساس ممكن اختار الآلة اللي ممكن يعلم لأنه بعرف أنا بمجتمعاتنا خلينا نقول بيختاروا له دغري يا عود يا جيتار يا ناي صح؟ يا بيانو مثلا إيه بس على فكرة هالحديث ريسنتلي الدرامز عم بتكون مطلوبة كتير سو عم بيكون في كتير توعية من الأهل يشجعوا أولادهم يتعلموا درامز سو عم بتكون مثل البيانو مثل كل هالآلات مرغوبة طب على أي أساس ممكن يختاروا الأهل لأطفالهم؟ هلا أكيد إذا كان الولد صغير بيكون أغلبية الوقت ما بيعرف فهون بس يجي التلميذ على المؤسسة نحن بنعمل له برمة على كل الآلات على كل الآلات وشو حب وشو اشتغل وبنشوف نحن وكمان بنشوف قد إيه بيلقط بسرعة يعني معقول لقيه لقط بسرعة مع البيانو ساعتها بنقول للأهل خلينا نبلش بيانو وأوقات ببلش بيانو بعدين بنكتشف إنه لا لازم يرجع يروح مثلا للدرامز ساعتها منغير حلو بالنهاية موسيقى 100% يعني صح. إذا لعبت هالآلة ولا هالآلة أنت عم تلعب under the same umbrella أوكي نوا خبرني كيف بلشت هيك تفكر إنه أنا بدي الدرامز أول شيء بلش عليه أنا بعرف كنت أعمل هيك شيء على الطاولة أو تتدرب صح خبرني كيف اخترت الآلة هاي أول شيء سألتني أمي إذا بدك تلعب شيء ميوزيك مثل الدرامز أو شيء قلت why not so حلو جربت وحبيته حبيت جربت الدرامز من أول شيء حبيته ما بدك إلا تاني تتعلم عليها خلص نوا أصلا يعني suits your personality صراحة طب بعدين بس لتتصير يعني professional أكتر وأكتر شو بتفكر تعمل مع الدرامز لبعدين لهلا ما بدي كتير فكر شو حيصير بعدين بيكون بعدين fair enough بس.
خلص نوني خلص ختمة على الآخر انت يعني. قاعد مع بعيش شخص نهاره يعني. وانت قاعد مع شخص عمره 8 سنين مش معقول. ما شاء الله يعني عليك. طب يلا شو بدك تسمعنا نوا؟ شيء تاني؟ شيء هيك فريستايل من عندك انت اذا بدك. اوكي يلا اي شيء بدك. هي هيك خلص فطرت لك بسرعة وعملت؟ أصلاً على فكرة كل الشباب هون ناطرين وعم يسمعوا مبسوطين فيك نوا. باتريك آخر سؤال. إيه بأي عمر الواحد لازم يبلش يتعلم ميوزك؟ حسب الآلة إذا كان درامز أم بيانو مثلاً أنا بنصح فيهم من العمر الأربع سنين أم خمس سنين يبلشوا. أربع أو خمس سنين؟ إيه وهيدا الشيء. أنت شو رأيك؟ 2 years ولا 4؟ 4 years old I'm saying it's good. It's good. اوكي نوا كثير ثانك يو انك اجيت. باتريك ثانك يو كثير لكم يعني نورتونا ببلينكس. بس انا طمعان صراحه بنوا انه يرجع يعزف لنا شيء جديد. يلا شو بدك نعمله بعد غنيه؟ yeah. طيب خلينا نعمل انجلش هالمره. اوكي نحن رح نسمع الغنيه وبعدها رح ننتقل لعند ميري وفيكي لانه محضرين لنا شغلات كثير حلوين. يلا خلينا نسمع سوا. اوكي يلا يلا يعني هلا فيكي انا ام سو اكسايتد. انا كمان اول مره على فكره انا مع فيكي. يلا فيكي خبرينا اكثر عن الموضه هذا الاسبوع سبيشلي كان بنيويورك. مزبوط. عن ارمس وومنز فول وينتر 2024 مزبوط كولكشن. هي اول مره بيعملوا فاشن شو ان نيويورك. يو نو اتس ا باريجن براند سو ذي ديسايدد تو دو ات ان نيويورك. شفنا ا كولورفول اتيتيود على الران واي. الدومينيتنج الوان كان مسترد يلو احمر nice. كثير كان في جلد a lot wow. of leather بتحسي مور اوتر وير لوكس يعني بيستعمل لبرا. كمان اللي اني مشهورين with their scarves exactly. So it was a lot of print scarves اللي حاطينهم على الخصر. It was like cardigans so nice. They kept their niche. Belts with hardware, so yeah. طب قلت فيكي إنه بعد الجلد إنه بعده كمان كمل معنا يعني بعده دارج. You will be surprised يعني حتى يعني شفنا على Alexander Wang كمان in New York. الكولكشن كان اسمه جراج. شوي more grunge edgy كتير جلد a lot of leather. More streetwear يعني little bit different from the Hermes. Nice. It's a little bit more streetwear and مش بي نيويورك going to Dior that they had also their collection in Scotland. Nice. And it's really completely different. كيف كان كمان الكولكشن تبع Dior؟ Oh my god it was beautiful. تعرفي Christian Dior he has a, like a historical connection in Scotland. Okay. So the creative designer the director she wanted to take that and تعمل شيء that was symbolic لإله. So can be in Scotland in Edinburgh كان in a castle they showcased it بالجنينة كان beautiful كمان جلد كان في أحمر كان في هذا checkered traditional Scottish heritage. لا طب هلا فيكي يمكن هذا شوي بعيد عن النيويورك شو قديه هلا مثلا بهلا 2024 2025 قديش شو اللي دارج اكثر شيء انت شفتي كولرز كولرز هلا سربرايزنجلي وقت شفت كل هالكولر بلوك انه الاصفر والاحمر والتان الالوان البنيه كثير يعني وي ار يوجولي نوت يوز تو سي هول الالوان بس ان ا بلوك واي سو حبيت اي جوت انسبايرد. اوكي بعدين بدنا نشوف شو بدنا نعمل. طب اي حدا بيلبس احمر مثلا انا بحس حالي انه احمر يمكن مش كثير بيلبق كل واحد بيلاقي هز يعني درجه الاحمر وي ويل فايند يورز دونت وري هلا بنعمل شيء بس بروميس ما انه البلو لوكس فابولس اون يو فابولس ايه وبس هيك وجلت ليتس دو ات خلص ليتس دو ات ثانك يو سو ماتش ثانك يو. واهم شيء رح نكون طبعا هلا رح ننتقل لاهم الستوريز اللي عاملينها ببلينكس. طلعت
تنصيرات إنجاز زي ما بيقولوا الإسرائيليين ولا مجزرا بنت على انتهاك قوانين الحرب. هلا إسرائيل نفت إنها استخدمت أي سيارة أو شاحنة مساعدات لدخول منطقة الانصيرات واستعادة الأربع أسرى. بس عند شهود عيان بالمنطقة كان لهم رواية تانية. أم وثلاث توائم حياتهم وقفت على مكالمة واحدة من هذا الهاتف. لمنتم وما فيهم شيء. والعذر قرار حكومي بزوم على دمشق. ما بعرف كيف بدي أشرح لكم، بس التباعد وإجراءات وقائية عملناها وقت كوفيد ما كان إلى داعي وصرنا أشبه بالبيجلز، ومش أنا اللي شبهت. أربو أحكي لكم سر، تعرف وقت الانترفيو تاع هالشغل هاد تاعي كنت بدي أجيب بابا، وطلع ناس عن جد بيجيبوا أهلهم على انترفيو الشغل. بتشيف دراسة صغيرة إنه بعض الشباب اللي من فئة جيل زي بياخدوا أهلهم معهم على مقابلات العمل. تخيل هذا مو متحف، هذا مترو الأنفاق بموسكو. وطبعا أول ما دخلت بيضايته بقيت أدور بين المحطات، بس من جمال المكان ما ردت أطلع من عنده. تعالوا نسولف عن تاريخه. أول مرة انفتح بسنة 1935، وكان أول نظام للسكك الحديدية تحت الأرض بالاتحاد السوفيتي. مريم تذكرة قديش كلفك عرسك؟ صعقيني يلا لحضر حالي لبعدين. هلا بصراحة مش متذكرة لأنه ما أنا دفعت، وما بحب أتذكر لأنه هلا إذا جوزي بيحضرني يمكن بشكل إذا هو تذكر قديش دفع متمنى. هلا برجع بنكد عليكي بالبيت، قال إذا تذكري شو عملت لك بعرسك. أنيوز بتعرفي هلا موسم صيفية، فما هو موسم أعرس، فخلينا أول شيء بس نشوف هذا الكليب قبل ما نتابع حديث أنا وأنت. يعني المضحك كله مبكي يا كنان، قد ايه هلا التكاليف كتير، يعني حتى في قصص مبالغ فيها، ويمكن شوي بتحس المخطوبين هلا يمكن شوي عم يتراجعوا او ياخذوا ستيب شوي لورا، بس المخطوبين حتى المو مخطوبين بقصه العرس بصراحة في قصص كثير مبالغ فيها. مية بالمية. نحن بنشوف يعني أرقام شوي واقعية، بس في عالم بتكلفها ملايين. أنا صحيح معك حق 100%. يعني أنا برأيي أهم شيء نحن نبعد عن مظاهر البذخ والمصاري الكتير وما بعرف شو. يعني خلاص نعمل عرس عادية كتير حلوين، هلا الأعراس الكتير حلوين بأماكن كتير هيك سمبل لطيفة، أحسن ما نضلنا عم نسدد ديون بعد العرس. هلا بتعرف شو يعني من تجربتي الخاصة ومن تجربة حتى رفقاتي، نو بيعملوا عرس بس بعدين بقول يا ريت ما عملنا عرس. عن جد؟ هلا انا بقول يا ريتني ما عملت عرس. ريلي؟ انا بقول يا ريتني ما عملت عرس. لو رجع في الزمن نفس الشيء حالبس فستان وحاتصور وكل هيك، بس ما حاعمل عرس. حلو. لانه بالمصاري بحس انه اذا عملت فيهم شيء، او مع اني سافرت بس انه يمكن سافرت بعد اكثر. احلى واحلى. اهم شيء نكون رضيانين بالشريك اللي معنا، صح يا ميري؟ صح، اهم شيء هذا اهم شيء. وشو بدنا نقول للعرسان تبع السنه؟ ألف مبروك. في عنا عرسان هون كمان بملينكس، رح أقول لهم مبروك الشهر الجاي. Anyways جولتنا خلصت، بلاقيكم بكرة بجولة جديدة من بلينكس لايف. لا تنسوا دائما تتابعونا عبر بلينكس. More story less noise. Bye bye.